أمانة أنا شرحت إن قلت إني صارت لي عندي نقص في الفلوس. لاحظ 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 هذا موقف آخر يسجل لأهل الجزائر. صباح الخير ونودع البلد الجميلة. رايح إلى منطقة اسمها ميلينيوم. ميلينيوم ما أعتقد إنها ميلينيوم. أنا في وهران حاليا. والله شكل هذا رايح تاكسي. في عندهم يسير تاكسي مس هذا هذا صح صح. وش راك؟ لا بس وين نروح وين؟ والله ميلينيوم. ميلينيوم شو؟ ايه ميلينيوم. ميلينيوم لغيتها صح انا؟ ها؟ قلتها صح ميلينيوم؟ ميلينيوم نورمال عادي. صح نورمال. انا اخضر جزائري يا اخوي انا جزائري. انت بحرف الجيم لغيته وحطيت الزاء بداله. الحين وصلت الى منطقه اسمها ميلينيوم هذه. ايش عندك يا بدر؟ هذه شركة نقل بحري. انا بروح ابجرب البحر من وهران الى ان شاء الله الى الميري اسبانيا. فان شاء الله شوف طريقتها بطلع يعني ان شاء الله بشوف طريقتها على البحر. شركة يسمونها ميديتيريان ولا المهم ميديتيريان. اي صح ميديتيريان اسمها ميديتيريان. هذه تنقلك بالبحر الى اسبانيا. بجرب البحر ومنها ان شاء الله نزور اسبانيا ولا المغرب ان شاء الله. المشكله في مشكله. ايش تبي تقول؟ المشكله بدت الفلوس تنقص. انا قلت استعمل الكرت. ما حد ياخذ كرت. شركات كبيره ما تاخذ الا كاش. فندق ما ياخذ الا كاش. هني كله كاش. فاحسب حسابك. جيب معاك دولارات او يورو. هني البلد تستعمل الكاش. فاحسب حسابك. انا قعدت شهر تقريبا ويعز علينا الفراق ولكن لازم نسافر. فالله يعيننا. حجزنا تذكرة من مكتب ترانز ميديتيريان. هذا المكتب في منطقة اسمها ميلينيوم في وهران. وأمانة أنا شرحت إن قلت إني صارت لي عندي نقص في الفلوس. لاحظ 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 هذا موقف آخر يسجل لأهل الجزائر. الأخت اللي داخل اسمها هوارية بنت جزائرية محترمة جدا. قلت لأختي فلوسي بدأوا ينقصون لي وعندي مشكلة انتم ما تاخذون بالكارت. قالت لي عطني تليفونك. حجزت لي عن طريق الانترنت وطبعت ودفعت عن طريق البطاقة. وهي وقالت لي اطبع لك اياها بعد وشرحت لي شلون تروح متى توصل متى تأتي. يعني لاحظ الادب. قعدت معي تقريبا 10 دقائق وهي ترتب الامور معي حتى تعرف ان الجزائر ورجال الجزائر ونساء الجزائر الغالبية. انا ما اقول الكل الغالبية العموم. حسين واحد خوش ولد في المقهى هذا أمام الميديتيريان ترانسبورتيشن هذه السفينة الباخرة. في مقهى هنا جميل. في واحد اسمه حسين قلت له أعطني فطور الصباح. احنا نسميه ريوق هم يسمونه فطور. فسعر لي كذا 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 ولا قلت له هذه وهذه. يقول لي امني. قلت له حسين ايش الامني؟ هذا جاي حسين هذا. قلت له ايش الامني حسين؟ قال والله ما على بالي. قلت اضرب العربية. قال والله ما على بالعربية. شوف المصيبة. رحنا جبنا واحد جزائري عربي آخر. هو عربي آخر حتى يترجم لي عربي الى ابو علي ايش الامني ايش قلت لي مساء ايش قلت لي ايش قلت لي بالعربية السعر امني ايش قلت لي ما تعرف بالعربية الحين عرفت الحين شي يقول لي 8000. رح جبت واحد جزائري آخر جبت جزائري آخر حتى يقول لي يترجم لي شنو معناها الإمي. أنا ما أعرف فرنسي وحسين يقول أنا ما أعرفها بالعربية. ثلاثة أشخاص عرب عشان تطلع كلمة 800. طيب طيب حسين طيب خوش ولد. هذا يسير ها؟ هذا يسير. إيش طب بيجي؟ هذا طلع لي هذا. هذا طريقة استعمال يسير. تختار هذه ها؟ أقرب واحدة الأسهل. هذه. صحيت. من أنا تقد كوموندي صحيح. صحيت صحيت. انا بيقولك شلون استعمل الرايد اسم اليسير. تطق على هذه الرايد يطلع لك كذي. تختار اسم المدينه تحت. هذا اسم المدينه تحت. تختار هذه المنطقه يطلع لك التاكسي. اختار اول وحده. اذا تبي كلاسيك اذا تبي كشخه اذا تبي سياره مريحه تبي بروحك تبي كل شيء موجود هنا. تبي دليفري هذه سهله جدا وتوفرك الوقت. يعني ما له داعي تطلع برا بالشمس. عند الهوتيل عند المكانك وانت قاعد المطعم بالكافي يجيك على طول عندك. نفس الأوبر بالضبط. هذه خدمة جميلة في الجزائر. يسير وسيم. وسيم أنت وسيم. شكرا. الله يبارك لك. شكرا. هذا يسير. هذا يسير. صحيت أخوي وسيم. أنت وسيم. أنت وسيم وأنا وسيم. نعم. الله يرحم والدك المكيف يا وسيم. والله الله يرحم بابك.
حر يا صاحبي. رطوبة عندكم من وهران. صحيح. وسيم فطرت ولا ما فطرت؟ ما فطرت. ناكل كران. أنا في درهمي خلصوا. فطور كران وعشاء كران. والله تفطر معي. شكرا. أي والله. شكرا. الله يحفظك. الله يستاهل. طيب. يلا أنت عطني. أنت عطني. شكرا. طرار يطرمش. تعال تعال. ها رجعت بفلوسك الحين ها؟ أقول لك أنت عطني. ها الله. ما تعطي باطل. تعال. حبيبي. شكرا. صح. علينا. يجي يقول لي عطني. قلت له أنت عطني. أنا والله بعرف هذا. هذه هنا عادي ها؟ والله مصيبة يعني هذه يجي من برا ولا من الجزائر هذا؟ من برا من نيجر. من نيجر. الله يعين المسلمين والله. والشرطة ما يقول له والو. آه. أنت سامع المثل يقول لك شحاث يشحاث من شحاث؟ لا. آه طبقناه هذه. أنا جيت رجعت للشوفيرات أبي أمن نفسي بعرف وين التاكسي اللي بالضبط اللي وصلني الغزوات حتى ما توهق بكرة وتروح علي الفيزا وتروح علي مشكلة فهني عملها لازم تشتغل صح لازم تعرف مكانك. منين تطلع واي باص وتسعرهم حتى تامن نفسك لان الفلوس بدات تنقص فواحد يعرف كم بالضبط وبعدين مالك الا كران انت كرنتيك هو اللي الحل الوحيد. هنشوف المكان وين هذا. تامنا المكان احنا عرفنا ان هذا المكان هو نفسه لستو في قراجين هذا هو هذا مال تلمسان يودي الى الغزوات بس واحد الحين يامن نفسه الحين لازم ناكل الاكله الجميله الحبيبه الكران والعصبان كران غدا وكران الكرنتيكا فطور والكرنتيكا غدا والكرنتيكا عشاء. لا عنب ولا بطيخ لا 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 واحد الامور زيره معاه الحين شويه بدت نرتب الامور الحين كل واحد وقد حاله الحين بدت اخر يومين فمالك الا الكران الحين حل وحيد الكرنتيك كرنتيكا هذا كرنتيكا محلاها كرنتيكا وعصبان حل وحيد. اللهم اطعم جميع المسلمين ان شاء الله يحفظ ديار المسلمين يا رب. هذه صاحبتي صديقتي لا انا والوسيم اليوم حبايب كل كرنتيك ثلاث ايام كرنتيك ايش تدير الدرهم خلصت يا صاحبي والله الدرهم خلصت. الحل الامثل للفقارة اللي مثلي مثلك الحل الامثل هنا كرنتيك معلها كران عملنا التاكسي كرنتيك والغداء والامور طيبه انت في الجزائر. تاريخ اليوم اخر يوم 15/8/2023 من وهران تحديدا متجه الى غزوات من محطة الباصات اللوستو الاوستو في وهران اخر يوم اخر يوم اخر يوم لنا في الجزائر ونودع الكرنتيكا والعصبان والاكل الطيب والناس الطيبة ان شاء الله. حملنا الاشناط في التكاس 70,000 يسمونها 70,000 70,000 يعني ما يعادل 7 دولارات إلى الغزوات بالتحديد تقريبا ساعة لأنا في الغزوات إن شاء الله من الغزوات إن شاء الله نشوف شنو برنامجنا إن شاء الله. يعز علينا فراغ الجزائر يعز علينا هالتكاسي الطيبة والناس الطيبة يعز علينا هالباصات اللي صعدنا معاهم والله ما قصروا والله يعطيهم الصحة والكل متعاون هنا الكل كان متعاون معي جدا بشكل كبير يعني أيوة الحين اسألي واحد يقول لك وين هو ياخذك يروح معك يوصلك وهذا المكان تبي التكاسي تبي تلمسان تبي الغزوات تبي يوديك الشلف وين ما تبي هذا مكانهم ناس متعاونة هني. هذه محطة سمعين تموشت إن شاء الله منها إلى الغزوات هو ساعتين الدرب مو ساعة واحدة ساعتين أنت توقعت ساعة واحدة توقعت ساعة واحدة ولكن ساعتين عين تموشت. غواسير منطقة اسمها الغواسير إلى غزوات وادي الثلاثاء وادي الثلاثاء
هذه دار بنطاطة، لاحظ العيون كل مكان في الجزائر، لاحظ العيون كل مكان. هذه دار بنطاطة، منطقة إن شاء الله ما باقي شيء ربع ساعة هناك تلمسان وهران، ومني متجهين إن شاء الله إلى الغزوات أو غزوات. دار بنطاطة اسم جميل. لاحظ هني بالضبط بدأ الطاجين يكثر علينا، هني بدأ بيع الطاجين. هذه المناطق بنطاطة ومغنية قريبة للمغرب، فالمناطق هذه شبيهة للمغرب وطراز المغرب شبيهة، لأن هي يعني طراز، بس احنا بالجزائر يعني. هذه أيضا أهل الجزائر لهم الطاجين، هذا مناطقهم، هذا طاجينهم يعني. لكن تتكلم على آلاف السنين، هذه الناس تعرف الطاجين من زمان بالجزائر، وليس فقط في المغرب أيضا في الجزائر. يعني الطاجين لا يخص فقط أهل المغرب، ولكن أيضا للجزائر لهم طرازهم خاص فيهم أيضا. أنت في دار بنطاطة أو بنطاطة على غزوات، ومني نرجع إلى وهران. بلد جميلة، الله يبارك. تذكر أنك زمر هذه المنطقة جميلة جدا يعني، فيها مطاعم وفيها قاعدة وتريح التكاس يريحون يعني. يلا ما بجي ربع ساعة ونوصل، لا والله 10 دقائق إن شاء الله نوصل إلى الغزوات. لاحظ العلم الجزائري الجميل يعني. وصلنا الغزوات، هذا غزوات. مدينة الغزوات. فندق فور سيزن يا حبيبي، هذا الأصلي. هذا الميناء شهيدة، السلام عليك، وين ما تروح شهداء. أبو جنان حمزة، هذا الميناء. وصلنا الغزوات، هذا الغزوات، هذا ميناء على طول شهيد قدامك. هذه الباخرة تاخذني إن شاء الله، صورها قريبا. ميديتيريان ترانسفير. الحين عندي تقريبا 10 ساعات. خلينا نشوف شنو الخطة نسوي. بأمن الشناط الحين اللي معاي، ها الشناط هذه وراي. بأمن الشناط، أشوف لي مطعم ولا أشوف لي فندق خليهم عنده، وأشوف ندور شنو الخطة. أروح مغنية ولا أروح بالجراف ولا أبقى هني؟ بس الجو رائع صراحة، درجة حرارة 50، لا أروع هني. لا جميلة البلد، درجة حرارة تقريبا فيها 30. ميناء الشهيد ابو حمزه، منو هذا؟ ما كل يوم شهيد، يتعبونك الجزائر بشهدائهم والله وبطيبهم وكرمهم. الغزوات، ميناء الشهيد ابو حمزه، انت متجه منطقه الغزوات، ميناء الغزوات الغرب الجزائري. وهذا الشركه اللي هي ترانز ميديتيريان، هذه السفينه اللي انا متجه فيها ان شاء الله. قررت اسافر فيها ابشوف البحر واكون غريب للمغرب، معشوقه الاخرى. هذه هي البلد، ويشكر هذا المطعم اللي انا فيه، يشكر الاخ عبد الحفيظ والاخ حسام. جبت شناطي قلت لهم يا جماعه خلوا شناطي عندكم انا اخلصكم انا ادفع لكم. والله قالوا لي احشم، عيب عليك، احنا اهل واخوان، كيف انت تقول احنا نحفظ لك وروح حوس على راحتك، تمشى وروح مغنيه وين ما بغيت وارجع واحنا حافظين لك اغراضك. قلت له زين اخلصكم فلوس، قالوا والله عيب، انت ضيفنا، لا تلوموني اذا أعشقت الجزائر. هذا موقف أيضا كريم وبطل من أخواننا أهل الجزائر، أخ حفيظ عبد الحفيظ وأخ حسام، الناس الطيبة، عالم الجزائر طيب يعني. أنا متوقع كرم وطيب، بس والله فاق توقعات أهل الجزائر الطيبين. ها محلاهم، ها الطيبة، الناس بسيطين، ناس فهمة غلط. وينكم أنتم؟ وينكم اللي تقول لي دير بالك والجزائر وما يخلونك تصور ويضربونك ويسرقونك وتفجيرات وخطف ومجاعة؟ لك الأكل بالشارع يا جاهل، الفواكه بالشارع، خلص ما تخلص. تدش المطعم تقول له والله أنا شفته بعيني، دش المطعم كذا شخص قال أنا جعان ما عندي، قال روح باطل، روح ادعينا معك. هذا الجزائر يا حبيبي، هذا الجزائر، 132 سنة احتلال من فرنسا، جزائر النخوة والقوة ولم تسقط شامخة. سياسة الأرض المحروقة فرنسا،
الغذرة الخبيثة الكلب المسعور فرنسا، أرادوا إبادة الشعب الجزائري وأرادوا طمس الهوية الجزائري، أرادوا تنصير الجزائر. 132 سنة يحاولون أن يصدر الجزائر، يحاولون أن توني قدام الشرطي طالع لي والله ما قال لي شيء، صورته عادي. هذا وين يقول لك الشرطة ويأذونك، هذا قدامك الشرط طالع لي ما قال لي شيء. موقف آخر، 132 سنة للجزائر الحبيبة، أرادوا تنصيرها. تخيل أرادوا تنصير الجزائر، كم شخص تنصر؟ تخيلوا 132 سنة وحاولوا يجوعون الشعوب. تخيل إذا جعان، تخيل مجاعة وناس تاكل القطط وناس تاكل الحشيش من الجوع والمجاعات اللي صارت في الجزائر. أهل التاريخ يعرفون الجزائر والمجاعة اللي فيها. أرادوا أن تجويع الجزائر حتى يدخلوا في المسيحية. هيهات 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 هيهات، الجزائر لا تسقط. فقط 40 شخص تظاهروا بعد ولم يصبحوا مسيحيين، تظاهروا بالمسيحية من أجل لقمة العيش. كان يدخلون الكنائس ويأكل يقول أي نعم مسيحي أنا مسيحي فقط، أنا مسيحي نعم مسيحي فقط، عشان يأكل وبالليل يروح يصلي صلاة المسلمين. وأنا أعرف مناطقهم معروفة، أنا أعرفها شخصيا مناطق اللي فقط 40 شخص تنصر إلى المسيحية من أجل لقمة العيش من المجاعة، وبالنهار يدخل الكنيسة وبالليل يقول أنا مسلم. هي قصة جميلة. كانت إحدى السيدات الجزائريات تسمع التاريخ وتعلم من نساء الجزائر، كانت تخدم عند أحد المعمرين السراقين، فقال لها يا حجية، امرأة كبيرة في السن، قال لها حجية على لماذا لا تدخلين في المسيحية؟ ردت له، شوف اسمع، مرأة الجزائر، مرأة كبيرة في السن لا عالمة ولا مثقفة، ردت عليه قالت له والله أنت إنسان طيب، خسارة دش النار. قالت له أنت إنسان طيب، خسارة تموت كافر، دش بالإسلام وادخل الجنة. شفت الجزائر، والله قلت لك محتاج أنت مجلدات، محتاج سنين. شهداء الشهيد وحنان جمعة وجنان جمعة، محتاج سنين أنت على ما تتكلم على الجزائر وأهل الجزائر الطيبين، أنت محتاج سنين وكتب ومجلدات وباحثين حتى تعرف الجزائر والعقلية الجزائرية والشعب الجزائري. بلد احتلت من أقدر شعوب، أيس شعوب، من أقدر حيوانات العالم فرنسا الخبيثة. فرنسا هؤلاء أحفاد بطرس الناسك، فرنسا أحفاد الجزارين فيليب وما فيليب ولويس وانطوانيت وهؤلاء المجرمين، تحت احتلال غذر، أرادوا طمس الجزائر، أرادوا القضاء على الجزائر، أرادوا تدمير الجزائر، سياسة الأرض المحروقة، بيجي وطقت بيجي وجنرالات السفاحين نهضت من جديد. وإحنا الحين في ديارهم، إحنا الحين في ديار فرنسا. الحين قتلوا نائل، قبت فرنسا، عش شهرين، شهر كامل فرنسا تحترق بسبب قتل شخص واحد، قتل نائل، استشهد نائل الطفل، استشهد نائل، قبت فرنسا، احترقت فرنسا. جاكم دوركم، جاء الحين دورنا، الحين وقتنا يا فرنسا، حان وقت الحساب، وقد طوينا وقت العتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب. الحين يا فرنسا جايك الدور، خل نكثر بس تكاثر، وإحنا مقعد نتكاثر إن شاء الله، جايين يا فرنسا، الآن دورنا. فرنسا الكلب المسعور تحتضر. الحين نائل هذا الطفل اللي استشهد، الشرطي هذا حتى تعرف حقيقة الشعب الفرنسي يدفعوا تبرعات بالملايين لأجل شرطي مجرم. هذا الشعب الفرنسي اللي يقول لي ليش أنت بدر تحب تكره فرنسا، أنت قرأ تاريخ وتعال كلمني، أنت اللي تقول للجزائر وخايف من الجزائر وبطاطا، وينك؟ طلع لي راسك. الجاهل، سافر وتعلم وشوف الشعوب، سافر وتعلم وخالط وعيش معاهم وكل أكلهم واصعد باصاتهم ومواصلاتهم وتعلم. ما عندك فلوس، ما عندك جواز، خلك على صوب ولا تسولف، تعال وطالع الغناء وشوف وتعلم. أنا أعطيك الحقيقة من قلب الحدث، أنا لا أزور لا بشهرة ولا بفلوس ولا أبي مديح ولا أبي شكر ولا أبي اشتراكات ولا بطيخ، أنا داير جوائز بالآلاف يا حبيبي لأجل الجزائر. من الجزائر، أنا ابن البلد هذه، أنا ابن البلد هذه، لا حد زايد علي، لا حد زايد علي، وكلي سعادة،
كل لي سعادة. أنا صريت أن أدخل الجزائر ودخلت. خش أقول أنا راح أختم الغزوات اليوم ومنها إن شاء الله ذهب المغنية. ما خلي فرنسا ما خليها وراك يا فرنسا. طلع لي فضيحة ما هدش يا فرنسا. والله لا أجي فرنسا وأقسمت ولا شوت لي فرنسي شلوت. وخذوها عهد من عندي. أنا بدر العويسي وجاكم يا فرنسا. سلام عليكم.